قلعة صلاح الدين. قلعة صلاح الدين فيها أول ما تدخل تلاقي مسجد قلاوون والمتحف الحربي ومتحف الشرطة، وهذه مش عارف ايه بصراحة، أحد نسألهم يمكن هي قلعة صلاح الدين نفسها، والله أعلم. هذا والعلم عند الله. ودي عربية، أنا جيت بعربية مثل هذه 20 جنيه دخل، بس قريبة صراحة، يعني لو أدري إنها قريبة ما أخذت عربية، قريبة من البوابة لهنا، يعني حلوة تتمشى إذا فيك حيل. وأنا بصراحة ما كان فيها حيل، فقلت بنفسي يا ودي محمد خذ عربية. المهم احنا رحنا، هذه والله ما ادري ايش بصراحة، بصراحة ما ادري ايش. المهم يا اخواننا زي ما انتم شايفين قلعة لطيفة جميلة خفيفة مهضومة. هذه السلام عليكم. جنبينا مسجد في عندك كفر شوز، في كفر شوز مع الراجل. هذه الخليل هنا يعني اللي عندي بس كيس نبينا كيس خلاص عمري. يلا يلا مشي. طيب هذا مسجد صلاح الدين، هذا مسجد صلاح الدين يعني مسجد محمد، مسجد محمد علي، مسجد كبير ما شاء الله. هذا مسجد محمد علي، المسجد مساحته يعني لا بأس بها والله. شوفوا من فوق خليني ارفع لكم بالكاميرا. ادري داخل راسكم مثلي والله. يمسك بإيده الثانية، هذه الإيد اليسار أنا ما أعرف. المسجد حلو تفاصيله حلوة، وهذا المحراب في مصلى هناك. مسجد كبير وتفاصيله حلوة. يعني من الباب، من الباب هذاك إلى الباب هذا مساحة لا بأس بها. السلام عليكم. عليكم السلام. نلبس تقدر ندور من هناك؟ عايز تروح فين؟ خلاص تحت؟ ادور يعني من هنا. مفتوح من هناك؟ لا.
اي مش عايز ارجع من هنا يعني اقدر اطلع من هناك؟ تطلع من هنا. لا اقول لك الطلعه الطلعه مش عايز ارجع من هنا في فتحه من هناك؟ لا ما فيش لازم ارجع ها؟ انا مستني الاخوه والله مستنيها ايش يسموها البانوراما هذا مسجد محمد علي اللي احنا فيه نشوف القاهرة كلها شوف المنظر هذه القاهرة وين المقهى اللي كنت قاعد فيه تحت؟ ايوه هذاك شايفين المسجد هذا؟ المسجد هذا الكبير جنبه تحت في مقهى توني كنت قاعد عنده منظر القاهرة صراحة عجيب المنظر من هنا زي ما انتم شايفين يا اخوانا المنطقة ديت مش كويسة اضحك على واحد استغفر الله العظيم زي ما انتم شايفين بداية وهنا قرب الكاميرا ايوه ما كنت مقربها كذا كويس كذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل لا تعال صور من هنا ايوه انا عايز اروح هناك كنت وارجع لك انا سامعك من هنا بس صور عشان المساجد اللي ورا دي كده انا عارف عارف بس كنت اخذ صوره اخذها من هناك وارجع كده ما شاء الله
وهنا صوت المسجد. ما شاء الله. طبعا. وانت طيب. وانت طيب يا باشا. كل سنة حضرتك طيب. هذه كل سنة وانت طيب تسمعها وانت ماشي وانت جاي وانت قاعد وانت رايح وانت جاي. هذا ايش؟ ودي ايده وافلينه لي. وفي موقع انشاءة الدخول للاشخاص المسرح لهم. هذا موقع تحت طبعا نحن الان في منطقة مسجد محمد علي باشا. اذا طلعنا نطلع نروح نشوف المتحف العسكري ومتحف الشرطة ومسجد قلوان. والله انا ما اشوف من الشمس، ان شاء الله انكم انتم تشوفون، بس انا الشمس بعيني ما اشوف. بس انا ابي اشوف المنطقة اللي ورا هذه كذا، ناخذ صورة. ما ادري وش في هنا. ايش في تحت؟ ايش في تحت هنا؟ ها؟ متحف الحرب ومتحف تحت. يعني الخروج من هنا ما مو لازم ادخل، ها؟ هنا او هنا براحتك. ماشي شكرا. حلو عشان ما ننزح. ما شاء الله. حلو ما شاء الله. ندخل المسجد كل شوية انزع جواتي. I like you. هذا تحت الإنشاء. مساء الخير. هذا متحف الأعذار. الدخول من فوق. الله الصورة من هنا عجيبة. الصورة من هنا عجيبة. شوف هذه ايش مكتوب؟ المتحف المصري. أعرفها والله، أعرفها بس لأني قاعد أسوي مونتاج والله.
بس قاعد اعمل مونتاج والله، بس خلينا شوي دي. مشكله مزعجين، تاخذ فكره وتاخذ، انا مش عايز اخذ فكره في ايه. الله للبيع ولا متحف ده؟ للبيع ولا متحف؟ للبيع ها؟ هذا بكم هذا؟ اللي على شكل خنجر؟ اه نحاس ده خشب؟ ده خشب، ده نحاس مغطى بدهن. كم سعره؟ هسأل حالا اسمين؟ ده كم اسمين؟ انا بنسى اعتبر انا هذا السلام، هذا اللي شكل خنجر، هو خنجر 5700 وهذا يبيع هذا؟ كم سعره؟ 30 حوالي 30,000 جنيه. نعم بجنيه ها؟ اوه بالجنيه؟ ايش السعر؟ اعطيك هذا محمد علي باشا. ايش برضه محمد علي باشا؟ محمد علي باشا. طبعا هذا محل تحف داخل القلعة، هذه كل البيع. لو تدرون ايش كثر متبهدل انا من هالشنطه هذه، تشوفون هالشنطه هذه بهدلتني والله العظيم. يعني قادر اركزها على كتفي، اقول انا قادر احطها، والجوال من جهه والكاميرا من جهه. والله العظيم انا ما يكرهني بالسفر الا الاغراض هذه اللي اشيلها. هذه البوابه،
جينا من هنا ما شفنا متحف الشرطة ولا شفنا متحف. وين هذول خدعونا؟ أنا غلطت. معناتها لازم ندخل المسجد ونطلع من هناك، لأن كذا احنا تعبنا. نمشي بالضبط. اوخ يا الحر. أنا بطلع من هنا بروح حديقة الأزهر، يقولون حديقة كبيرة وحلوة ولطيفة، نروح نشوفها. انا حسبالي اقدر اطلع من هناك اثار من الخروج، انا عايز اروح المتاحف. خش الشارع اللي جاي دوت. ايه خش داخل المسجد. لا الشارع هذا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرشد معاك اشرح لك الان، انا مرشده. شكرا كويس. شكرا عارفها والله. ومحتاجين مرشده هي كلها. متحف شرطة ومتحف عسكري ومسجد. مش محتاجة حضرتك. لو محتاجة ماشي، بس مش محتاجة. ده يودينا متحف الشرطة من هنا. كان ادخل القى في حمامات كثير، هنا حمامات هناك حمامات، حاجة جميلة والله. يا لما الهواء يجيك هذه شوفون السيارة هذه تاخذها من البوابة يجيبك هنا بعشرين جنيه. قبل شوي يقول لي 500 ماشيين تحت المسجد هذا، مسجد محمد علي. تخيلوا تحت جدران هذه الأسوار حكايات كثيرة وتاريخ طويل، من الصراعات، من الحروب، من التضحيات، من الخيانات، كل شيء كل شيء، كل حاجة، الأسود والأبيض. ولكن نقول يلا حسن الخاتمة. المتحف الحربي القومي هو ده، هو فين بقى؟ أما نشوف مسجد ايش، ما ادري، اتوقع انه مسجد قلاوون الله اعلم. اتوقع انه مسجد قلاوون والله اعلم. جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون صحيح. لا هنا
قالوا اه مش مكتوب عمره ان شاء الله 750 سنة ما شاء الله بيقيموا فيه صلوات ان شاء الله ما شاء الله هذا المحراب أنا أحيانا الشمس تكون بعيوني ما أشوف فأعذروني يعني ما أشوف اللي قدامي عشان أصور لكم أحيانا يعني لما تشوفوا الكاميرا تحت ولا الكاميرا مو على شيء معين فأعرفوا أني أنا ما قاعد أشوف هذاك المحراب المسجد مساحته لا بأس بها عمره أكثر من 700 سنة سبحان الله جزا الله خيرا من بنى محظوظ من بنى مسجد يعني ممكن قلبون هذا عنده سيئات لكن ايضا يحصل حسنات من وراء هذا المسجد سبحان الله هذا شحيبر حاضر في كل مكان هذا متحف الشرطة القومية وهذاك المتحف القومي وهذا متحف الشرطة تشوفون مكتوب على متحف الشرطة القومي أنا ما أعرف عاد هذا المتحف هو قديم للشرطة من زمان ولا العهد الجديد المقدمين الله أعلم مش عارف بسم الله ما شاء الله
السلام عليكم. هذا المتحف قديم يعني ولا جديد؟ يعني الشرطة زمان هذا متحفهم يعني موقعهم؟ مش بالعهد الحديث يعني. شكرا جزيلا. بالنسبة لي لو عملت مقارنة بين متحف صلاح الدين اللي هو جسمه قلعة صلاح الدين اللي حنا فيها الآن وبين قلعة قلاوون اللي بإسكندرية، أنا أشوف إنه قلعة قلاوون حلوة يعني كقلعة بناءها من داخل عجيبة صراحة. هذه جميلة، مجملها المسجد والمنارات شكلها من برا. أيضا قلعة قلاوون صراحة جذابة لما تشوفها من برا. أنا نسيت أعرف اسم المسجد هذا، هذا تشوفونه. احنا من فوق القلعة طبعا. يا لما يجون ناس مثلا زمان ويهجمون على القلعة وهم تحت كذا تسيطر عليهم صراحة. شلون يقتحمون القلعة زمان ما ادري بصراحة، يحطون سلالم ويضربون بالمجاليق. شغلانة حضرتك، تخيل واقف انت هنا ما تحس الا جايتك ضربة منجليق ولا ضربة سهم. رحم الله شهداء المسلمين في كل العصور وفي كل الأزمنة وفي كل مكان على وجه الأرض.